ثلاثة وأحلى ذكرى، لأن هي فنانة موهوبة بجدارة. أحلى يعني أجمل، أجمد ثلاث ممثلات في مصر، منهم حنان طبعا. فالفترة دي اتولدت في مدرسة لقيت فيها تمثيل، مثلت، طلعت المحافظة، المحافظة كان وجيه أباظة مهتم جدا بالفن، مثلت في المحافظة ومثلت في وبعدين جينا ورا بعض، مصر بتنادي المواهب بتناديها. نزلنا دخلت المعهد، جيت القاهرة عشان المعهد، عشان المعهد، لأن أنا دخلت الأول المعهد العالي الزراعي، وكان فاضلي سنتين أبقى مهندس زراعي. عظيم. أبويا مهندس زراعي وأخويا مهندس زراعي وجوز أختي مهندس زراعي، ولما الزراعة خدت ورقي ودخلت معهد تمثيل. وأنا بتخرج من معهد تمثيل كان الأستاذ سمير العصفور مدير مسرح الطليعة بيتفرج على مشاريع التخرج بتاعتنا، إحنا عندنا عملي ونظري في المعهد، فشاف المشاريع بتاعتي قال لي هات ورقك وتعالى مسرح الطليعة. وديت له ورقي مضالي، رحت هيئة المسرح خدت موافقة، اتعينت ب 25 جنيه في مسرح الطليعة شهرين. كان سنة كام؟ 73. عظيم. خلي بالك من الزمن، لأن أنا بقول لك أنا مش العمر لحظة، العمر مجموعة أزمنة، يعني الزمن الفلاني 10 سنين أو 20 سنة دول زمن، تاخدي كمان 20 جنبيهم زمن، يعني 20 سنة ده تفرق ناس تتخرج وناس تموت وناس تعيش وناس تتجوز وناس. يعني حضرتك ضد ان الزمن لحظة؟ لا، الزمن يعني مجموعة أزمنة. والزمن انت بتقيسيه ازاي؟ هل من الميلاد للموت؟ او العشرين سنة الاولانيين؟ او العشرين اللي في النص ولا العشرين؟ لا، مجموعة أزمنة بنعيشها بشخصها. يعني انا لما كنت اتزنق اروح لعبد الرحيم الزرقاني الله يرحمه، الله يرحمه، اسلف ربع جنيه. ربع جنيه ده انت ما تعرفوش، بس هما خمس خمسات في ورقه واحده، الربع جنيه كان يقضيني اليوم كله، الربع جنيه. واقل حاجه كانت، ونجحت في سنه اولى وجبت تفوق وكنت باخد 12 جنيه. لا تتخيل 12 جنيه، يعني انا وقفت المصروف اللي كانت امي بتبعتولي من دمنهور وعيش بال 12 جنيه الشهر كله. كان سامي فهمي الله يرحمه ومحمد صبحي يستنوني وانا في الخزنه اقبض 12 جنيه عشان نطلع ناكل اكله حلوه او نلف كده او كده. فهي الزمن ده جميل، انا عشته. جت بطوله الروايه، فعاده بيجيبوا نجم للروايه عشان يشيل الروايه يبقى له اسم. سمير العصفوري قال لا، انا اولاد المسرح هم اللي يشتغلوا، كان ليه الفضل ان انا اعمل الدور هنا للرابع لويجي براندلو من الادب العالمي. لما رحت للاستاذ نور الشريف كان بيعرض روايه اسمها بكالوريوس في حكم الشعوب لعلي سالم عشان يجي يتفرج على الروايه، قال لي انا كان نفسي اتخرج بالدور ده من المعهد بس ما حصلش نصيب. فتخيلي دور كل ممثلين مصر طمعانين فيه. أيوه. فيقع عندي والهيئه تصرف عليا نص مليون جنيه عشان تعمل افشات في الشوارع وملابس وديكور، ومسرح الطليعه يقدم جميل برسوم في هنا للرابع. ده اول استهلال علشان ادخل الوسط او يبقى لي اسم في وسط زمايلي. خلي بالك الشارع مش عارفني، لان مش كل الشارع اللي ماشي ده بيجي يتفرج على الروايه ويقول لي جميل برشومه هو اللي كان في هنا الرابع. لا لا، يعني انت عندك المشاغبين.